نجي فقط توكسيكولوجي اند ثيرابيوتيك دراج مونيتورينج، يعني مراقبة العلاجات، وإذا صار تسمم احتمال جرعة زايدة سبب تسمم، فهنا راح نراقب نسبة العلاج بالدم وكذلك بالإدرار، وتشوف ايش قد تصاصيته، ايش قد إخراج، ايش قد. يقول in which of the following cases a qualitative analysis qualitative يعني نوعي، يعني هل positive or negative، ايش قصده؟ of the drug usually adequate كافي. دي to determine whether the patient has been taking amphetamine. شوف شنو الامفيتامين قصده، فيتامينات لو شنو بالضبط. شوف النت يقول هنا قصده يا نوع من العلاجات مجرد ما يعرفون هو موجود او ما موجود كلش كافي، ما يحتاج كمية. فالامفيتامين هو عبارة عن علاج منشط للاعصاب او حالة عدم انتباه او التركيز، كذلك للجماعات يعني المخدرات من هذا القبيل. فهذا مجرد وجودك بالدم موجود، هاي كلش كافي. ناشي يقول بالله دك is present the most common but to come the cut of the temperature measuring sound of current the level constant significant. It's good. The most common approach is to compare مقارنة the result to a cut off determined يعني يشوفون نسبته standard containing the lowest level of drug that is considered يشوفون شنو الاقل شيء كافي، الستاندر اللي يعتبرون هذا اقل شيء وكلش كافي يعني للدم. يقول the term pharmacokinetic refer to شنو معنى pharmacokinetic. يقول اي relationship between drug dose and the drug blood level، يشوفون العلاقة بين جرعة العلاج اللي يعطونه وش قد نسبته بالدم. يقول the term pharmacodynamic شنو معناه، علاقة بين شنو بالضبط. يقول بي drug concentration تركيزه at target site and psychological effect، يعني نسب تركيزه بالهدف اللي يريد يشوفه وين، يعني مثلا الاعصاب بالعرض مثلا هو هذا قصده، والphysiological effect يعني شنو علامات اللي راح تاثر على جسم الانسان، هل زيادتها راح تسبب لنا شيء نسب tissue concentration and the response of the tissue نسبة استجابته. يقول the study of pharmacogenomic involves which type of testing، شنو يعني pharmacogenomic؟ pharmacogenomic يقول C testing for single nucleotide polymorphism known to affect drug metabolism. يقول pharmacogenomic for the study of the genes هو دراسة الجينات اللي تأثر على قوة العلاج بالشخص، فيقيسون single nucleotide polymorphism using DNA microarray in gene which those that coded for the cytochrome enzyme involved in the metabolism of many drugs. يشوفون مثلا الانزيمات الموجودة بالجينات مع الكروموسوم، وهل اكو نوع من انواع الانزيمات هاي راح تأثرين على عملية مثل معالجة العلاجات بالكبد. فيقول اي اختلاف هاي الانزيمات تأثر على العلاجات احتمال تأثرين على فعاليتها، فهنا اكو ناس مثلا ما راح يستجاب عندهم نوع من العلاجات لان وجود هاي الانزيمات كمية كبيرة ما راح يحولنا اياها الى صورة ناجحة، او انعدام الانزيم اللي يحولنا الى صورة فعالة، فما راح العلاج يكون فعال بهاي الحالة، هو هذا قصده. يقول the set five pharmacological parameters that determine serum drug concentration، اعطيني اربع او عفوا خمس بارامترز او يعني مثل ما نقول معايير صيد مثل ما نقول لصيدليه او من هذا الشيء يعني قصدي علاجيه تقيس لنا تحددين نسبه العلاج بالسيرم. يقول سي لايبريشن تحرر، ابزوربشن امتصاص، ديستريبيوشن انتشار، ميتابوليزم واكسكريشن. ميتابوليزم يعني قصدي التحول عمليه الايضيه مالته، واكسكريشن طرحه. لايبريشن از ذا ريليس اوف ذا دراج اون ابزوربشن، لايبريشن قصدي ريليس اوف ذا دراج بالامعاء. ابزوربشن امتصاصه، ابزوربشن از ذا ترانسبورت اوف ذا دراج فروم ذا سايت اوف ادمنستريشن تو ذا بلاد الى الدم. ذا بيرسنت اوف دراج ابزوربشن اند ذا ريت اوف ابزوربشن ديتيرمايند ذا باي افيلابيلتي فراكشن، راح يشوف نسبه الامتصاصيه ونسبه
نسبة امتصاصية العلاج ومعدل امتصاصيته راح يحدد لنا فعالية الجزء من عنده. يا جزء من عنده راح هو الفعال. This is the fraction of the dose. هذا جزء من النسبة من العلاج هو راح يكون كافي عمود يوصل للدم. يعني بفلان نسبة لازم يكون العلاج عمود يوصل للدم. The distribution refer to the delivery of the drug to the tissue راح يوصل للأنسجة. Dilution and equilibrium of the drug اللي يضمن تخفيف وتوازن العلاج بأجزاء الجسم بصورة منتظمة. Blood منها influenced by the binding to protein وتباطؤ البروتينات blood cells. Metabolism the process of chemical modification عمليات شلون مساحة شنو عليها عمليات الأيضية تصير عليها of the by cell بواسطة خلايا. This results in the production of metabolites هاي راح يعطينا نواتج أيضية راح تأثر لنا على فعالية العلاج واستقراريته. Excretion بس طرح العلاج خارجا. Which route of transmission is associated with 100% bioavailability يعني مثل ما نقول قصده راح فعاليته تبقى 100% بيا طريقة بالإعطاء العلاج. يقول دي intravenous من يعطونا بالوريد فأكيد راح هو نفس التركيز راح يروح بالدم. The phrase first pass hepatic metabolism means that شنو قصده بالfirst pass hepatic metabolism means يقول C some drugs is metabolized from the water circulation reducing bioavailability قصده بعض العلاجات كبل كبد انزيمات هاي الانزيمات شو راح تسوي او عفوا راح شنو مثلا راح يطرح جزء من هذا العلاج للخارج قبل لا يوصل الدورة الدموية يعني يروح للكبد من هذا الكبد الصفر يطرح جزء من عنده للخارج يروح للكليتين يروح للدرار او يروح بالراس فالجزء من عنده راح ينفقد فهذا راح يقللنا من فعاليته. يقول which formula can be used to estimate dosage needed to give a desired study يقول يا معادلة نقدر نسويها عمود نحسب الجرعة الكافية to give a desired steady state blood levels قصد استقرارية استقرارية العلاج بالدم يعني من نسوي كيرف مثلا نسبة العلاج ياخذ يا نسبة من عنده هو يسمونه steady state blood level فيا معادلة يسوين هذا الشيء. يقول اي دوز بأور يعني الجرعة كل ساعة يساوي كليرنس قصد النسبة تعتقد او معادلة طرحة يمكن في average concentration at steady state تركيز معدل تركيز مالته بحالة ال average state زائد F. يقول after patient receive loading dose to rapidly bring to the drug level up to desired therapeutic range لما نوصل لل steady state اللي هو الكمية الكافية عمود يعطينا مفعول a maintenance dose must be given لازم يعطونا جرعات متماثلة at constant interval شلون هاي مثلا جماعة السكري لازم يعطون جرعة تناسب السكر مالته يعني maintain the blood drug level نسبة طبيعية at the desired concentration. The dose per hour is determined by multiplying the clearance per hour شلون يشوفون نسبة العلاج بالتركيز المثالي dose per hour is determined لازم يقيسون مرة dose per hour يعني نسبة العلاج كل ساعة يحددون مضاعف ضرب الكليرنس قصدك معدل استخراج per hour by the desired average steady state concentration في المعدل المثالي لنسبة حالة الاستقرارية للعلاج أو التركيز المثالي حتى يسوينا مفعول then divided ويضربونا بمن العفو يقسمونا by F اللي هو bioavailability fraction اللي هو الجزء اللي راح موجود بالسيرم. يقول which statement is true regarding the volume distribution of the drug يا عبارة صحيحة بمعنى تعرفين الvolume distribution of the drug volume distribution معدل انتشار العلاج بصورة متماثلة في كل سوائل الجسم. فيقول B is the theoretical volume in letter in which the drug distributes يعني حجم العلاج النظري باللتر قيس نسيته باللتر يعني in which the drug distribute من خلال ينتشر العلاج. هنا يقول VD is the used to estimate the peak drug blood level expected after هاي يقول قد أقصى شيء يوصل العلاج بعد ما يطلنا اللي بالدم بعد ما يعطونا المريض نسبته the peak blood level will the dose multiplied راح يسوي كافئ انه الجرعة اللي يعطوها ضرب ال F تقسيم ال VD the VD can be calculated by قسمون شلون نقل ال VD اللي هو ال peak drug blood
او العفو دراج ديليوشن اوف ذا دراج شلون تقيسونه؟ كالكوليت باي ديفايدنج ذا دوز الجرعه باي ذا انيشال بلازما دراج كونستريشن، باول قياس عمليه قياس للعلاج او باي ديفايدنج باي ذا كليرنس ريت. خلينا نشوف شنو قصدها بالكليرنس ريت لان هو مرت علينا. The clearance is the rate which the drug is removed from plasma divided by the concentration of the drug in the plasma. يعني نسبة مثل ما نقول نسبة إزالة العلاج من البلازما مقسوم على تركيزه بالبلازما هو the clearance. يقول for drugs which with first order elimination العلاجات اللي أول مرة شو اسمه first order, which statement about drug clearance is true. خلينا نشوف شنو قصدي بالفيرست او دايمنشن مصطلح المفروض يوضح لنا اياها. كونستنت بوشن اوف ذا از ليميتد بير يونت تايم، يعني شلون مثل ما نقول نسبه ثابته من العلاج راح تنزاح او راح يتم ازالته بكل وقت وحده من الوقت، مثلا كل ساعه مثلا راح تنزاح من عنده كذا ملي غرام او مايكرو غرام، هو هذا قصدي. يقول اي كليرنس يساوي اليمنيشن ريت زائد السيرم ليفل، معدل الازاله زائدا نسبته بالادرار او العفو بالدم. ويقول وش ستيتمنت ابوت ستيدي ستيت دراج ليفل از تو، يا عباره تخص بالستيدي ستيت دراجز ليفل 2. يقول دي اول دوز ان انترفال جيفز بيك اون تروف ان ذا دوز ريسبونس كيرف، من يعطون العلاج راح يشوفون نسبه من ياخذون من العينات راح يشوفون نسبه العلاج متذبذب قمه يعني نسبه عاليه نبغاها تروف يعني قمه قعر فهاي يعني مثل ما نقول التركيز ما راح يكون ثابت في البداية. هذا اعطوه بالانترافينيوس عن طريق الوريد هذا راح يكون ثابت. elimination rate are constant distribution and elimination rate راح يكون ثابت. this eliminates the peak هذا راح نخلص منه يعني راح يكون مثل ما راح يصير بيك و seen in those يعني ما راح يصير مثلا قمة وقع ولا ما راح يعتمد على امتصاص يعني مباشرة راح يدفهم بالوريد فالتركيز راح يبقى ثابت يعتمد بس على معدل الإزالة والتركيزة. بيك أون تراف ليفلز أر كاركترستيك أوف إنترميديت دوزينج ريجيمين، يعني هاي بيا حالة يصير بيك وتراف إنترميديت دوزينج يعني بحالة اللي يطلع قصده خلينا نشوف شنو قصده بالإنترميديت يعني متقطع. هاي قصده شنو هو؟ مرات ما يعطون نفس الجرعة، يعطون جرعة مختلفة بكل وقت، فهذا راح يسوي لنا قمة وقع قمة وقع لما يسمونه يتمن الدوزنج ريجمنت، فبالإدرار عفوا بالكيرف مال التركيز مال العلاج راح يعطينا قمة وقع. ذا ستدي ستيت اللي هو وصل احنا ريشت وين ذا دراج ان ذا نيكست دوز از سفيشنت اونلي تو ريبليس ذا دراج امنيتد سينس ذا لاست دوز. فيقول بالحالة اللي وراها من راح نعطي علاج القعر اللي هو شو اسمه النسبة اللي راح ينزاح من عدها العلاج، فإذا أعطيناه علاج يكافئ هاي النسبة راح ينزاح من عدها فراح يعطينا كيرف عدل ستدي كيرف، فهي ستدي ستيت فهي قصد ستدي ستيت يعني نسبة بحيث راح تعوضنا عن الإليمنيشن مال العلاج فراح يعطينا نسبة طبيعية ثابتة. وهذا يمتى نسوي after 5 drug half lives because the blood يعني ورا خامس علاء شو اسمه خامس قراءة راح يعتبر هو هذا reach of this راح يطلع steady state half lives يعني عمر النصف اللي يكون مثلا half lives مثلا ما فد علاج مثلا نقول على سبيل المثال 15 ساعة يعني قصد الوقت اللي راح يصير بالعلاج نسبته راح توصل للنصف يسمون half life. يقول if two small peak trough difference is seen for the given oral then إذا علاج طو oral يعني عن طريق الفم شافوا إنه peak trough difference is seen شافوا نسبة قليلة بين trough والبيك يعني أكو يعني ما جاي يصير طلع هواي بالجسم نقص يصير حاد بالعلاج فشين معنى هذا. يقول see the dose interval shall be increased لازم شنو
لازم بكر ما يعطونا بين ساعة وساعة، لا لازم يعطونا بين عدة ساعات، لأن ما جاي يصير طرح، معدل الطرح ما جاي شو اسمه يصير فرق عن معدل العطاء، فيظل يعني تقريبا 60 جيجا. احنا المفروض نسوي ضاق تراف لازم، يعني هاي الآية concentration of the drug and increasing the dose. يقول شنو هو increase the dosing interval، اذا زودنا الوقت بين اعطاء علاج وعلاج راح ينقصنا من الكونستريشن مال الدرج، لان راح يصير وقت كافي ام يطلع جزء من العلاج قبل لا يجي مره ثانيه. increasing the dose will increase the peak concentration، واذا اعطينا علاج راح يزيد من القمه. greater peak through the trough، the peak is usually adjusted to، لازم يعدلون على نسبة 2-2 with the dose interval set to equal the drug half life. شنو قصده 2 adjusted to 2 نسبة القمة للقاع مفروض 3-2، يعني قصده كل مثلا قمة، يعني القمة هالقد مثلا قابل للقاع تقريبا نص المسافة، و the dose interval set to equal to the drug half life، يعني يمتى مثلا يعطون علاج مرة ثانية من يشوفون بهاي الفترة انه العلاج مثلا على سبيل المثال طوع علاج ساعة، شافوا انه ورا ساعتين العلاج نسبته راح توصل للنص، فبهاي الفترة راح يعطون وراها علاج وهكذا. يقول if the peak level is appropriate but the trough level too low at steady state، شافوا انه peak level مناسب بس التروف كلش لا واطي، trough level is too low at steady state. احنا خلينا نتأكد نشوف البيك وال شلون يمثل امثلة بيانيا. اوكي جسي تقريبا شافوا ان المسافة اوكي بيك تمام بس التروف كلش واطئ، يعني جاي يصير هاي المفروض يقللون الوقت الانترفال اعتقد should be المفروض لا مو elongated قل خلصوا منعته دي be shortened but those by day not change، يعني المفروض يقللون بين وقت بين علاج وعلاج بس مو شو اسمه بس مو معناها انه مثلا فاضل انه مثلا ثلاث وجبات يعطون بها علاج، مو معناها يسووها اثنين اربعة او خمسة، لا نفسها تبقى بس فرق وقت بين يقلوا. يقول if the steady state drug level is too high the best course of action is، اذا شافوا انه steady state level is too high، يعني قصدي نشوف احنا steady state افضل امثلة بيانيا هيك قصده steady state راح يصير بهالشكل هذا، بس شافوا ان نسبته عالية، يعني هو صح وصل مرحلة بعد steady state مو بهيج بصورة، لا وصل بهيج بصورة عالي. شنو معناه؟ يقول اي decrease the dose نقلل الجرعة يعني تقل نسبتها. يقول which blood sample for trough drug level be collected، يقول يمتى المفروض شو اسمه نسحب عينة عمل نشوف الوقت اللي يصير بيه الدراك هاف لايف النص بحيث تتكون عندنا تراف او نسبة الامنيشن مال الدراك يمتى ناخذها. يقول دي immediately before the next dose is given، قبل لا نعطي الجرعة المقابل الثاني نسحب من الدم نشوف ايش قد وصلت الهاف لايف مال العلاج. يقول بوت سامبلز كولكشن تايم فور بيك دراك، يمتى نسوي نسحب سامبل للبيك دراك اذا نقيسه. يقول اي virus with the drug depending on this rate on its rate of absorption، يعتمد على حسب العلاج يعتمد على امتصاصيته، مثلا علاج شافوا انه ورا ساعة اللي تمتص بالزغابات ويرجع بالدم فورا ساعة المفروض يقيسون لما يوصل ينتشر. يقول which could account for the drug toxicity following anomaly prescribed dose، شنو لازم ياخذون بحسبان تسمم العلاجي following anomaly prescribed dose بعد ما يعطونا وصفة طبيعية. يقول دي all of the options، يقول decrease renal clearance caused by، احتمال عنده مشاكل بالكلى، هاي مشاكل بالكلى ما راح يطرح العلاج بصورة كافية فراح يصير تسمم وترجع نسبته بالدم. discontinuous or administration of another drug، يعطون علاج ثاني فراح يصير تسمم علاجيا. altered serum protein binding caused by disease، احتمال ما عندنا بروتين كافي بالدم يرتبط بالعلاج فراح يظل اكو جزء من العلاج حر يسبب التسمم. يقول select the elimination model that best describe most drug oral drugs، يقول لها طريقة أغلب العلاجات
شو اسمه تطرح تعطى عن طريق الفم. يقول اي one compartment linear first order elimination. يقول most drug give all distribute uniformly through the tissue so both the blood and tissue can be viewed as a single compartment. يعني بهالحالة هاي منطقة الهدف هو الدم والتشو. Elimination according to Michael's momentum kinetic is non-linear. معدل الإزالة ما راح يكون بخط مستقيم لا because the high concentration إذا نسبة عالية the hepatic enzyme become saturated reduce elimination efficiency. أوكي شنو قصده؟ قصده مثلاً إنه إحنا باعتبار العلاج وين راح يكون الهدف مالته؟ هدف مالته بالدم بالأنسجة هذه الأورال اللي يعطونه بالفم. بس معدل الإزالة ما راح يكون لينير، يعني مو مثل قد ما أعطينا علاج راح يبقى خطي، لا. لأن بعض الأحيان إذا أعطينا جرعة عالية راح شو راح يصير؟ الإنزيمات مال الكبد راح تتشبع. تحولنا شو اسمه مثل ما نقول الجزء من الدوزج أو عفوا العلاج إلى جزء غير فعال فيطرح بالإدراك، فراح تشبع فشنو؟ الإليمينيشن ما راح يصير لينير، لا راح يقل يجوز. راح تقل نسبتي، يصير كيرف أو هيك شيء. فهذا ما راح يفيدنا. يقول drug rapidly infused intravenously usually follow which elimination model. يقول علاجات اللي بسرعة يطوها عن طريق الوريد. شنو قصده؟ follow which elimination model عن طريق يا طريق الإزالة قصده؟ يقول سي biphasic or two compartments with serum level rapidly falling in the first phase. شافوا انه العلاجات شو اسمه اللي تشتغل على الأنسجة وعلى مثلا الدم التقل نسبتها بسرعة كبيرة in the first phase بالحالة الأولى هاي الطولة عن طريق الوريد. Now the second consists of tissue for which distribution of drug is determined على الوقت in determining the loading dose. The desired serum concentration should be multiplied by the volume of the central compartment to avoid toxic level. Now لازم شنو desired volume نسبة طبيعية لازم should be يضربوها بال volume of the central compartment اللي هو حجم الدم اعتقد قصده حتى ما يصير توكسيك يعني يشوفون جزء نسبة الدم قصده إلى العلاج فما يصير تسمم عدة. يقول which fact must be considered when evaluating the patient who displays sign of toxicity. يا حقيقة لازم نأخذ بالحسبان إذا أريد نحسب نشوف مريض جاي علامات إن تسمم بعلاجي جاي يصير عنده. يقول أي drug metabolites an style block cyan an style block مشان هذا بروس إنامايت بروس إنامايت maybe need to be measured as well as parent drug. مرات شنو العلاج ما راح بالإنزيم بالكبد راح تشتغل إنزيمات فراح تعطينا فراكشن جزء من عدم فهذا لازم نقيسه هو ونقيس الدرج الأصلي. يقول alter drug pharmacokinetic may result in toxicity even when the dose drug is within the acceptable therapeutic range. يقول بعض العلاجات اللي راح يعدل عليها الكبد احتمال تسبب تسمم حتى لو كانت الجرعة ضمن الرينج المطلوب. Two common causes of this acidity being the presence of unmeasured metabolites. لأن جزء من عدة راح يتحول إلى ميتابولايت ثاني نواتج أيضية هي تعتبر ضمن العلاج بس ما راح نقدر نحسبها بنفس النسبة لازم يعني إلى تحليل خاص بي. That a physiological active يعني جزء من العلاج اشتغلت عليه إنزيمات الكبد تحول إلى غير صيغة هو فعال هم راح يشتغل نفس الشيء بس إحنا ما راح نقيس ما راح يطلع لنا راح يطلع لنا بس الجزء شو اسمه الدرك الفعال العفو الاصلي ابوي فهذه النسبه راح نتجاهلها فاحتمال راح نزيد الجرعه وعندنا هذا موجود عندنا في سبب التسمم لان بس الفري درك اللي هو البارنت راح نقدر نقيسه ونقل نسبه البروتينات
راح يغير لنا شو اسمه نسبة الدرك الانباوند درك، راح تزيد لنا التسمم مالته. اكو كل العلاجات ماي بي انجستد ان جريت اكسس سامة، راح تبطا بنسبة كبيرة او بس ما راح يكون سامة بالبداية. على سبيل المثال اسيتامينوفين اوفر دوز داز نوت يوجوالي بيكم، ما راح تكون سام بالثلاث الى خمسة ايام الاولى الا ورا حتى ورا الاوفر دوز. ذيس كريت ذا بوتنشال فور هيباتيك دامج، راح تحطم بالكبد بسبب اكثر استخدام، وخاصة المرضى اللي عندهم مشاكل بالكبد والعفو الكلى، لان عمر العلاج راح يطول النصف عمر النصف. احنا نشوف استما انه في شنو فائدة هذا العلاج والله. اوكي تخفين الخوض الحمى. One therapeutic drug is suspected of causing toxicity which is best when is most avoid for initial investigation. شافوا انه علاج شافوا ان مريض عنده تسمم صاعد وشكوا به علاج، فشن العينه اللي ياخذوها عمليه يتاكدون؟ يقول بي بيك بلد سامبل، يعني وقبل اول ما يعطونا شو اسمه قبل لا يعطونا الجرعه الثانيه او العفو من يحسبون الديستريبيوشن تايم مال العلاج يمتى يوصل اكثر كميه يسحبون عينه من الدم. لأن هو راح راح يكسيد، لأن هو يكون بأعلى شيء العلاج ورا الديستريبيوشن، فيعطينا على كمية. إذا شفنا على من طبيعي بعد التسمم. For drug that follows the first order pharmacokinetic adjustment of dosage to achieve لازم نشوف شنو قصده first order pharmacokinetic مين. اللي هو معدل إزالة كمية كمية متماثلة من العلاج of unit of the drug quantify present in the organism. فهنا شنو راح نعدل على الجرعة مال العلاج حتى نحقق نسبة مثالية بالدم عن طريق معادلة. يقول اي نيو دوز الجرعة القادمة شنو هو؟ يشوفون ايش قد الجرعة الحالية، تقسيم النسبة مالت الكونستريشن ستدي ستيت اللي هو بحالة يكون يا حال عفوا التركيز المثالي يكون بحالة ستدي ستيت في ديزايرد كونستريشن في التركيز المثالي. اللي هو first order pharmacokinetic شنو قصده؟ عمليات إزالة الدرك يتناسب خطيا to the drug dose، يعني نفس المستوى مع كل ما زيد الجرعة كل ما يزيد معدل الإزالة، فتبقى بصورة خطية. شلون طلع هذا الدرك؟ such can be multiplying نضرب النسبة بين الجسم الجرعة الحالية للتركيز الحالي الموجود بالتركيز المثالي. يقول for which drug group are both peak and trough measurement usually required. يا مجموعة من العلاجات لازم البيك والتروف ميجرمنت قياساتنا تناخذن سوا. يقول دي أمينوغلايكوسايد انتيبايوتيك damage to the eighth cranial nerve العصب التاسع بالقحفي intoxic level راح يأثر على الأعصاب resulting in hearing loss راح فقدان بالسمع. when given at the sub therapeutic doses إذا طلب نسبة معينة they fail to resolve the infection راح كذلك يفشل بالتخلص من الإصابة. most drug failing is the other classes have narrow beak through. most drugs معظم العلاجات follow in other classes اللي هي تسمى ضمن نفس الكلاسيس، يعني كأنتبات قصدها بأنها رو بيك ثروف ديفرنس، يعني يكون فرق بين المعدل
القمة والطرح أقل، فيصير يعني متناسب لينير إلا شوية. فترى هذا توكسيك بس سام جدا وين بلاد ليفلز اكسيد داخل الثيريوتيك رينج، بس تكون نسبته عالية إذا زادت نسبته عن المعدل الطبيعي البيك والثروف صارت نسبته عن أعلى من الثيريوتيك رينج. فلازم هذا نقيسه عن شنو؟ يجولي this can be safely monitored من نقيسه عن طريق قياس التروف القاع. يقول which of the following statement about TLC for doxycycline is true؟ شنو قصده بال TLC؟ هذه اللي هي كروماتوغرافي. اوكي بروسيجر هذا راح يخلونا بورقة الورقة راح بيها شلون مثل ما نقول بؤر، وهذا الماي خاصة تشرب الخلايا، فعن طريق الحجم والشحنة وهاي السوالف راح توزع. نقول بي a drug is identified by comparing its R value and staining to boost standards. كل علاج عنده كاركتيكس R which is the ratio of the distance مسافة بين migrated by the drug to the solvent، المسافة بين المقطوعة من قبل العلاج إلى السائل اللي يسبح به. The R of the sample must be matched the R of the drug standard، لأن عندنا ستاندرات مال العلاجات. Extraction of drug for TLC is highly pH dependent and pH must be adjusted to reduce the solubility. لازم شو اسمه يعدلون pH بحيث تقل ذوبان الدرج بالسائل هذا على مود ما شو اسمه يصعد وياه كلش للاخير. او انا زي هذا الدرج ان ذا اكواس فيس يوزوالي الكلاين درجز الكلاين درجز الحام قاعدية مثل الاو بي اي اتس ار اكسكريتد ات بي اتش اند اسيدك اكستراكتد اذا نستخرجها بالبي اتش 9 اند اسيدك درج، بينما الحام الضيق نقدر نفصلها بالبي اتش 4.5. يقول the EMIT for drugs of abuse اللي هي المخدرات uses on شنو اللي هو enzyme labeled drug combat with drug in the sample for limited amount of agent antibodies. شنو يعني المختصر مات شنو بالضبط؟ هنا يعني الانتيبادي زائد الدرج اللي يجي ويا انزايم راح يرتبطن سوا، فماكو انزايم اكتيفيتي فراح يعطيك نيجاتيف، ماكو ابزوربشن تجاوز صفر. اذا عندنا علاج ثاني راح يتنافس ويا العلاج ويا الانزايم، فالاكتيف انزايم ايش راح يصير الظاهر بيه؟ راح يشتغل علاج يعطينا بوزيتيف. شوف والله ايش يقول هنا to the enzyme drug conjugate، فما راح شو اسمه الانزيم يشتغل بس الانزيم because the quantity of the unbound drug enzyme conjugate will be highest when drug is present in the sample. فالظاهر وجود الانزيم العفو اذا الشانس الدرج الموجود عنده بالدم راح يتنافس ويا الدرج ويجبر ايجنت بليز انزيم، فالظاهر الانزيم راح يتفاعل ويا الدرج ويعطينا الظاهر لون معين. بس اذا السامر ما بيها درج اللي نريد نشوفه فراح يبقى بس الدرج اللي يجي ويا ايجنت البي انزيم، وزائد انزيم ما راح يشتغل شيء فما راح يعطينا لون. يقول which statement about the empty is true؟ يقول بي formation of an ADH is monitored at 340 نانومتر
يقول هوموجينوس اميون اسي شنو قصدي؟ فري انتيجين داز نوت هاف تو بي مش سيبريتد فروم باوند انتيجين. يعني الفري انتيجين الحر ما راح يحتاج نغسل على مود ينفصل عن الباوند انتيجين وتبقى انتيبودي. موست انت يوز تو ريجنت سيستم، ريجنت اي كونتين سبستريت يحتوي على سبستريت جلوكوز 6 اي والكو انزيم والانتيبودي تو دراج. رينج بي كونتين انزيم ليبل دراج اللي حكينا عليه تو ان بفر. The rate of NAD production is proportional to the drug concentration. Commonly used for drug abuse in neurons such as the enzyme activity. بيقول الظاهر substrate rate اللي هو الموجود والantibody to the drug. Reagent B contain enzyme level drug usually on buffer. The rate of NADH production born to the drug concentration. فكل ما يزداد تركيز بالسامبل راح الانزيم الحر الانزيم المرتبط بي الوي الدرك راح يتفاعل وي العلاج ويحول لنا ال NADH. يصير اختزال ال NAD موجب الى NADH وراح يعطينا لون وبكذا تركيز راح نقدر نقيسه كذا امتصاصي نقدر نقيس التركيز. Good statement regarding cloned enzyme donor immune assay is true. يقول B the enzyme donor and acceptor molecules are fragment of B galactosidase. يقول C اللي هو CEDIA is a homogeneous enzyme immune assay that is commonly used to measure drugs of abuse. Drug conjugated to fragment of الدرج اللي جوا الشركة conjugated مرتبط B من fragment of B galactosidase that is catalytic inactive compared with drug إن السامبل راح يتنافس ويا اللي هو غير فعال راح يتنافس ويا العلاج موجود بالسامبل فوق الليمت نمبر على الانتيبودي الموجود تو ذا دراج. الفراجمنت اللي هو الجلكتوسايد قول ذا انزيم دونر يسمون انزيم دونر اند سبستريت اللي هو كلوروفينول ريد ار ميكس وذا سامبل راح يضيفونه ويا السامبل مال المريض. اسك اي سكند ريجنت اللي هو an agent that contains monoclonal antibody and a second fragment اللي هو galactosidase called the enzyme acceptor is added. If the antibody is neutralized by drug from the sample, إذا الانتيبودي ارتبط ب العلاج الموجود بالسامبل مال المريض, the ED and E راح يتحدين هذين الانزيمات forming active راح يعطينا active enzyme. بس إذا ما موجود السامبل بالجسم هذين ما راح يتحدين فما راح يعطينا انزيم, ما راح يعطينا الاكتيف انزيم فما راح يشتغل على السبستريت يعطينا لون, طبعا يعطينا لون كلوروفينول ريد. يقول 72 regarding والله ايش قلت بعد عندنا is to regarding Bartel enhanced torpedometric inhibition immune assay method for therapeutic drug. اشتغل هذا الاسم 28 جواب يقول C when particle bound trick binding to antibody large scattering is increased. لما يرتبط ال drug بالانتيبودي السكاترينج اللايت سكاترينج او معدل انحراف الضوء او تغيره راح يزداد. فتوب فيديو متر راح تزداد. بوليستين موديفيكس لاتكس بارتيكل كونجكت تو دراج اللي هو يجوي الشركة كومبات وذ دراج ان ذا سامبل فور ليميتد نمبر اوف انتيبوديز. اف ذا دراج كونستريشن از لو مور اوف ذا بودي انتيبودي تو ذا بارتيكل باوند دراج. يعني هو انتيبودي راح يرتبط بال particle bond يجوي الريجنت increasing the turbidity of the reaction therefore light scattering. فلذلك كل ما زاد الضوء معناها نسبة الجسم اللي قدرق بالسامبل قليل يعني عكسي. The quantitation of the deck by gas chromatography mass spectrometry is usually performed in which mode بها الطريقة يقيسوا للعلاجات. يقول B selective ion monitoring use an electron beam to split the drug راح شلون مثل ما نقول لا ليزر او الكترون بيم راح يقصف لنا الدرج ويحول لنا الى ايونات. وطبعا
طبعا هذا غير شرح عن هنا بالشروحات مال الكيمياء قسم الكيمياء شلون راح يمرن خلال ال كولوم هذني شلون مثل ما نقول اسطوانات واسطوانات حسب اسم الشحنه مالت راح ينفصل القسم راح يوقع انقسم الى اخره الى اخره. مالتي بلاير من راح يسرطن ايونات مالتي بلاير عندنا راح يقيس شو اسمه التضخم الفوتونات. فسلكتف ايون مونتاج يعني ياخذ ايونات معينه حسب تركيزها وعفو شحنتها وحجمها. بينما توتال ايون كروماتوغرافي اللي يدخل نفسه يطلع. Your situation ايون sample is received in the laboratory with the appropriate custody control form. قصدي اعتقد شنو قصدي under request for drug of abuse screening يعني شافوا انه هو مثلا تعاطى مخدرات وتعرض للاعتقال شافوا طلب لل شو اسمه وياه abuse screening which test should be would be cause for rejecting the sample يعني نتيجة من خلالها راح نشوف لازم نعيد العينة temperature البيع هاي مثلا temperature of the connection هقيد نسبتها لو pH 5 لو specific gravity هقيد لو كرياتين شو اسمه يقول D approximately 5 per 1000 urine sample received for testing have been adulterated by either dilution أما مخففة أو مستبدلة أو addition of substance such as glutaraldehyde that interfere with راح تأثر على تحليل. The majority of the situation can be detected by determining temperature حرارة مفروض من 90 إلى 100 pH من 4.5 إلى 8 specific gravity قصد ما يدرار هل قد نسبة كرياتين يكون أكثر من 20 ميلي غرام. All values are within the limit of an accepted with the exception بس كرياتين ما كان طبيعي فلازم نستخدم دراير ايجنت ستريب يقيس لنا ال pH والبلغات والكرياتينين. اوكي يقول which substance has the longest detection time يا مادة اكثر شيء طول اي قصدي على ال اعتقد قصدي على المخدرات اكثر مادة تطول نشوف نسبتها بالدم يقول دي مايجوانا مايجوانا نوع من انواع المخدرات طبعا نسبتها كلش كبيرة لسعد بالدم. يقول statement about the measurement of carboxy hemoglobin is true يقول اي عبارة حول القياس الكاربوكسي هيموغلوبين صحيح. يقول C Bichromatic analysis is required in order to eliminate interference by oxy hemoglobin. اكو عندنا اوكسي هيموغلوبين جاي يأثرين على الكاربوكسي هيموغلوبين. اوكسي هيموغلوبين قصدي هيموغلوبين مشبع بالاكسجين كاربوكسي مشبع بالثاني اكسيد الكربون. فيا طريقة لازم نستخدمها بنفصل بين بين الكاربوكسي والأوكسي هيموغلوبين عن طريق البايكروماتيك أناليسيس لأن نفس الطول الموجي عن البايكروم أو مالتي كروماتيك is quite not accurately measured in بايكروماتيك أناليسيس أوكسي هيموغلوبين أو ميثموغلوبين are converted to deoxy هيموغلوبين. الأوكسي هيموغلوبين والميثموغلوبين راح يحولوا إلى ديوكسي هيموغلوبين ديوكسي هيموغلوبين قصده ما يحتوي على شو اسمه هيموغلوبين تناكسي كربون وذات اكسجين اوكي الفارق يعني ما بي اكسجين. The addition of alkaline sodium dithionate نضيف لنا هذا المحل القاعدي. The ratio of the azobus at is directly proportional شوف قد الامتصاصيه مالته فامتصاصيه راح تجي هنا خاصه بس بالكربوكسي هيموغلوبين لان تخلصنا من الاكسي هيموغلوبين نقص هذا من الحجم الكلي يطلع لنا تقريبا شو اسمه الاوكسي هيموغلوبين. يقول which of the following statement about blood alcohol measurement is correct حول قياس الكحول بالدم صحيح. يقول اي symptom of intoxication usually begin when the level exceed درجات نسبتها قد بالدم ويت على الفوليوم يسوي شو اسمه تسمم. يقول شو بس من is the sample of the choice for lead screening يا سامبل نستخدمه في حال تسمم بالقص شو اسمه الليد
اللي احنا شنو قلنا، مو الحديد، شو يسمونه الثاني، قصاص، يسمون بقصاص. شنو السامبل ناخذها؟ اي هول بلاد. لا قاعد اكلمنيشن بالار بي سي. فهول هاي كلين صحيحة، بس great sensitivity of a whole blood لان راح يستطيني نسبة كبيرة يعني exposure مدة طويلة، لان بيب لازم السيرم ساعة ينحال يستخلص يتخلص من عنده. وبس leads by into sulfur such as delta amino sulfuric acid فراح بينما راح يترسب بالRBC. Which of the following enzyme can be used to measure plasma or serum salicylate؟ يا شو اسمه؟ يا انزيم يستخدمونه على مود يقيسون السيروم الساليسايليت. يقول C salicylate hydroxylase. The enzyme of salicylate uses salicylate hydroxylase اللي راح ظهري يضيف لنا مجموعة الماء السالسالات which reduce يختزل السالسالات with an idea to form catechol and AD. السالسالات can be also measured by HPLC and by vitamin C طريق مختلفة. حتى اسبرين اوفر دوز راح يسبب لنا ظهر اسبيراتوري كلوسيس. يعني شوف شنو السالسايت علاج ماشين بالضبط. وسا إذا تعرف ذا فوند من أوفر ذا كاونتر بسكوشن ميديس أسبرين إز ذا موست ها يعني نوع من أسبرين. أوكي which of the following enzyme can be used حكينا يعني which of the following test least essential to the operation of emergency department يا أقل تحليل مهم بال شو اسمه بحالة الطوارئ عمليات بحالة الطوارئ department as a general hospital المستشفى العام. قول دي lead يقول acute toxicology situation seen in the emergency department involved poisoning with alcohol, acetaminophen, salicylate, abuse substances, carbon monoxide. هذا كله حالة طوارئ. In the absence of specific test for abuse substance of conversion, the serum almost monotony should be used in freezing point depression. It's a test for drug alcohol overdose in the ED environment. A difference between measured alcoholic osmolality greater than شوفون أزملالتي إذا أكثر من 10 معناها صارت تسمم كحول. يقول بعض التريس أموت مثل ميتال توكسيسيتي مثل لويد بويزنينج is used a chronic condition يعني حالة مطولة مو أكيوت that does not often require ما يحتاج حالة طارئة. يقول which of the following trace element is considered essential micronutrient أحد هاي ال مثل ما نقول العناصر النادرة يحتاج الإنسان ك مغذي صغير. يقول دي سيلينيوم. يقول تريس كان بي ديفايد انتو كاتيجوريز ذات نو نو ما له فائده بيولوجي وكلها له فائده. ثاليوم ماركر ليد كادميوم هذا ما يفيد وظيفه كلش معين. All the other can be considered essential decreasing arsenic that has been showing necessary for normal methionine metabolism. احد الامينو اسيد most stress element of medical importance because excessive least detoxicity at تسمم. However, a deficiency of trace elements such as selenium, zinc, copper, medically important. Total parenteral nutrition. شوف قصدي شنو بقى. يعني يدخل عملية
تكون خلايا الدم المناقبي. When measuring trace blood, when measuring trace metals in blood other than lead, what type of tube should be used? إذا استخدمنا نبحث عن trace elements أو حد المعدن معادن نادرة بالدم غير الرصاص, شنو النوع التيوب اللي نستخدمه؟ يقول أي navy blue tube. Note to avoid trace contamination by metals present in the stubborn lubricant, اللي هو نوع المعادن الموجودة وين؟ بالقبق مال التيوبة. A tube with navy blue top is used for measuring trace metal. These tubes are valid for most but not all trace metals, such as tubes that are available with EDTA for serum or whole blood analysis. Spectrum tube with tan stubbles, اللي تكون أصفر, containing EDTA, are used for lead assay because they are certified. ما راح يأثرن على التحليل مال lead, يعني نسبة الليد بالقبق يكون أقل من هالقد نسبة. In addition, type 1 purify water. Not a chemical always used to prepare agent modifier, although the most traces metal are made in whole blood serum. Arsenic is usually measured when in urine because it's metabolized with hours of ingestion, لأن بعد ساعات من امتصاصه راح يطرح بالإدراك فما نلحق عليه بالسيرم. بس نشوف النافي بلو تيوب, ما بي اديتيف هذا يمكن, بس مجرد ما يحتوي على trace element عمودية يسوينا contamination. ها هو نفس الشيء اسمه ستك ستريت. اوكي صوديوم ستريت. اوكي يقول which whole blood level is suggestive of excessive exposure to lead in child but not adult. نسبة للليد بالدم تكون تسمم للأطفال بس مو للكبار البالغين. يقول بي 14 ملغ مايكروغرام. what are the likely لابتفانيك ان بيرسون سسبكت اوف هافينج ويلسون ديزيز. شنو الشيء راح نشوفه بحاله ويلسون ديزيز مختبريا؟ يقول اي بلود كبر اللي هو النحاس عن سيربل بلازمين لو لدى نسبه قليله. يورينال كبر اكسكريشن هاي بس بالادرار تكون نسبته عاليه. يقول ويلسون ديزيز اوتوسوم ريسيف ديزيز ان ويش كبر ترانسبورت از ابنورمال. راح يكون معدل نقل الكبر غير طبيعي. The gene causing the disease codes for إلى آخره وقود وصلنا بروتين that is needed for excrete اللي تطلب على مود يطرح الكبر بال بروتين يتوت بالكبر ويطرح بالعفو بالغدة العفو بالمرارة والصفراء. And incorporate cover into the cerebellum راح يرتب بالcerebellum. There are over 200 mutation أكثر من 200 طفرة. The absence of Wilson protein result in failure to load cerebellum with cover. ما راح تبط هذا cerebellum بالكبر. Dramatically reducing its half life in blood فراح يقل عمره لنصف مالته. Blood level of cerebellum فراح تكون نسبة قليلة. And blood level of cover is low because there is little cerebellum. ولأن راح تكون نسبة cerebellum قليلة يتربط به فتكون نسبة قليلة. كبر ديبوزيت ان تيشو باتيكل ليفر او برين ان كوز نيكروسيس احتمال سبب موت الخلايا اللي انت تسبب هذا الكبر بالانسجه والبقيه طرح بالادرار.